الاول لما اقترحوا عليا زوم 7 قناه زوم 7 اللي كنعرفهم شحال من افتتاح ديالهم وانا متبعاهم اقترحوا لي الفكره ديال نجم الجهه اللي هي فكره ممتازه جدا فكره جميله جدا وكنتمنى انها تستمر ويكونوا دورات مقبله ان شاء الله باش دائما الشباب ديالنا يبقى عنده واحد الامل انه في الغد يفجر الطاقه ديالو سواء على مستوى الغناء او على مستوى الفكاهه. نتمنى بان نكونوا عند حسن الظن بان نختاروا ديك الصوت ديك الموهبه ديك الفنان ديك الانسان اللي غادي يبين هاد النجم ديال الجهه. نجم الجهه بصراحه لقيتها فكره رائعه جدا لانه اول مره في المناطق الشماليه في الجهه ديال الشمال كاينه فرصه لهاد الشباب باش يعبر على المواهب ديالو. كاين مواهب مخزونه في هاد المدن يعني خصها غير 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 هاد الفرصه هي هذه هي الفرصه اللي جاتهم. معكم جمال تسناوني في نجم الجهه. معكم يونس فخار انتظرونا قريبا في الحلقه الجايه في نجم الجهه. كنضرب لكم مواعيد ان شاء الله بحول الله في برنامج نجم الجهه على قناة زوم 7 معكم سهام أسيف. I love you. تعال.